أشواط هذا المهرجان ولا المنطلقات إلى جهاز الانطلاق بالشوط التاسع. بلانصة بلايك ابنة الفحل بلايك بالسيراد والأم بلانصة الملك فالح الهيب تدريب اسطبلات على أبو جبل والقيادة لأياس أبو جبل على صهوة الفرس بلانصة بلايك. أسرع شوي لو سمحت بقية المشاركين وردة الربيع صفرة وأميرة إذا ثاني المنطلقات إلى جهاز الانطلاق بتاسع أشواط هذا المهرجان صفرة ابنة الفحل ابن سايمون والأم بنت مجاري نايك يوسف سفيني تدريب الإسطبل الأزرق على صهواتها الفارس محمد غدير. منطلقات وردة الربيع ابنة الفحل انفينيتي والأم بنت مجاري الملك غسان غدير المدرب يوسف جنداوي على صهواتها الفارس ضمور غدير. إذا رابع المنطلقات أميرة ابنة الفحل لابن النديم والأم بنت فورجينيو الملك حسن صالح المدرب احمد زيدان على صهواتها الفارس مصطفى اربعه مشاركات بتاسع اشواط هذا المهرجان ورده الربيع مع زنور غدير صفره مع محمد غدير بلانصه بلاك مع اياس ابو جبل واميره مع الخيال مصطفى مدربين خيول الشوط العاشر كنوا على اهبه الاستعداد شوط الفئه الثانيه بعشر اشواط هذا المهرجان. إذا خيول الشوط العاشر نطلب من ملاكها ومدربيها أن يكونوا على أهبة الاستعداد. غياب المالك سعيد البروت أبو إسلام تدريب اسطبلات المعتز والقيادة لمحمد غدير نجم الشيخ المالك سلمان ملاكها ومدربيها أن يكونوا على أهبة الاستعداد للانطلاق مباشرة بعد تتويج خيول الشوط التاسع إن شاء الله. مرة أخرى غياث نجم الشيخ المتوكل وطير الليل. أما والآن نعود إلى مجريات الشوط التاسع بتاسع أشواط هذا المهرجان لشوط الإناث العربية الأصيلة مصطفى لحظات لإدخال بلانصة بلاك بالفعل إناث الشوط التاسع داخل جهاز الانطلاق شوط الفئة الأولى للإناث العربية الأصيلة. أربعة مشاركات بتاسع أشواط هذا المهرجان في شوط الإناث العربية الأصيلة كل يأخذ موقعه النهائي داخل بوابات ميدان الأحلام. بلانصة بلاك صفرة أميرة ووردة الربيع بالفعل انطلقت إناث الشوط التاسع على بركة الله تعالى بانطلاقة موفقة لوردة الربيع برفقة الصقر زنور غدير تقطن الصدارة الشوط بصراع مع بلانصة بلاك مع أياس أبو جبل صخرة تترقب بمرتبة الثالثة مع محمد غدير. الإناث بالمراحل الأولى من هذا السباق وردة الربيع تقود إناث الشوط العاشر بدخولها نحو المنعطف الأول وردة الربيع وبلانصة بلاك لتتقدم صخرة قرابة المنعطف الأول الصقر زنور غدير والند العنيد اياس والمايسترو محمد غدير ما بين المنعطفين قرابه المنعطف الثاني والاخير بلانصه بلايك وصخره تتقدم شيئا فشيئا قرابه المنعطف الثاني ورده الربيع بلانصه بلايك وصخره صراع بعد ثلاثي ما بعد المنعطف الثاني والاخير لتتقدم ملكات ميدان الاحلام لتتقدم طائره بالشوط التاسع ما بعد المنعطف الثاني نحو الخط المستقيم بلانصه بلايك وورده الربيع بلانصه بلايك وورده الربيع وصخره اياس ابو جبل زنور غدير ومحمد غدير بلانصة بلاك ووردة الربيع وصخرة ولكنها ملكة ميدان المطار العام الماضي تعود لتحلق في سماء ميدان الأحلام بلانصة بلاك مع أياس أبو جبل
المرتبة الأولى وبانتظار إصدار نتيجة المرتبة الثانية من لجنة التحكيم. بلانسة بلاك بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله تقدمت ما بين المنعطفين لتقتنص الصدارة في الرمق الأخير من هذا السباق. مبروك ألف ألف مبروك لنمر فالح الهيب، مبروك حبيبنا أبو النمر، مبروك لإسطبلات على أبو جبل وبلانسة بلاك صاحبة لقب بطولة العام الماضي على ميدان المطار تحصد المرتبة الأولى بشوط إناث الفئة الأولى على ميدان الأحلام هذا العام. مبروك ألف ألف مبروك مرة أخرى بلانسة بلاك صاحبة المرتبة الأولى بانتظار إصدار نتيجة الأولى فحسمت لبلانسة بلاك. من جديد قلتها لكم العام الماضي بلانسة وإنتاج بلانسة لا يفك شفرة هذه السلالة إلا الند العنيد أياس أبو جبل يعود هذا اليوم على صهوة بلانسة بلاك بصدارة إناث الفئة الأولى على ميدان الأحلام. مبروك ألف ألف مبروك، مبروك لفالح الهيب أبو النمر، مبروك لنمر فالح الهيب، مبروك لبلانسة بلاك تحظى بجائزة بقسيمة شراء بقيمة 300 شيكل مقدمة من الأخ يحيى أبو حمد من سوبر سوس الناصرة. بارك الله فيك حبيبنا يحيى أبو حمد. يتوجها الأخ أكرم عبود أبو العدنان يتوج بطلة الشوط التاسع على ميدان الأحلام وبصدارة إناث الشوط التاسع بلانسة بلاك. ملكة الشوط التاسع بتاسع أشواط هذا المهرجان بلانسة بلاك. مبروك حبيبنا أبو النمر، مبروك للنمر، مبروك لجميع طاقم هذه البطلة بلانسة بلاك. تدريب اسطبلات على أبو جبل والقيادة لأياس أبو جبل مرة أخرى تحظى بقسيمة شراء بقيمة 300 شيكل مقدمة من الأخ يحيى أبو حمد من محلات سوبر سوس الناصرة. مبروك ألف مبروك. إذن المرتبة الأولى حسمت لبلانسة بلاك. المرتبة الثانية كما قلت يتقاسمها كل من صخرة ووردة الربيع. تتوج صخرة ووردة الربيع بالمرتبة الثانية بعد إذن مبروك ألف ألف مبروك ليوسف سخنيني، مبروك لصخرة، مبروك لطاقم الإسطبل الأزرق، مبروك حبيبنا علاء غرفات أبو حسين. المرتبة الثانية تتكاسمها صخرة ووردة الربيع بالمرتبة الثانية من تاسع أشواط هذا المهرجان بشوط. إذن حلت ثانيا هي الأخرى وردة الربيع ابنت الفحل لإنفينيتي، مبروك لغسان غدير أبو محمد، مبروك ألف مبروك للمدرب يوسف جنداوي برفقة الصقر زنور غدير حلت ثانيا من تاسع أشواط هذا المهرجان. مبروك لأصحاب المراتب الثلاث الأولى، مبروك ألف ألف مبروك. أما والآن ننتقل إلى مجريات الشوط.